مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في فقرة المسابقة. شهر رمضان هو الشهر التاسع لشهور السنة وفق التقويم الهجرية، وسؤالنا لهذا اليوم ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول، ما المقصود بكلمة رمضان؟ أما الجزء الآخر، لماذا اختير شهر رمضان ليكون فريضة الصيام فيه؟ نشاهد الإجابة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اليوم سؤال ضمن فقرة المسابقة، والسؤال ينقسم إلى قسمين. بنبدأ بالقسم الأول، لماذا اختير شهر رمضان ليكون الصيام فيه؟ شهر رمضان يعني كانك كتبه كشهر عبادة. صح، شهر رمضان شهر العبادة. شهر العبادة، شهر الغفران والاعتقام من الاعتقام من النار. صحيح. شهر فضيل، فضل الله، فضلها الله الشهر هذا. نعم، فضلها الله. لماذا فضله؟ فضل الله لأنه. ننتقل للجزء الثاني، القسم الثاني من السؤال، لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ ما معنى كلمة رمضان؟ يعني الامتناع عن المحرمات. هذا الصيام. اي كلمة رمضان ايش معناها؟ ما ادري. لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ نعم. لانه شهر الصيام، شهر العبادة. صحيح، رمضان شهر الصيام والعبادة. نعم، لكن كلمة رمضان ايش معناها؟ رمضان، رمضان شهر الصيام، يعني الصوم، المغفرة، العتق من النار. ليش اختير شهر رمضان بالذات؟ والله ما ادري. نزول القرآن الكريم في شهر رمضان. الآن أجبت على جزء من السؤال. الجزء الآخر، ما معنى كلمة رمضان؟ سمي رمضان لأنها الإمساك عن الأكل الأكل والشرب في رمضان، يعني هذا معنى الصيام. لكن ما معنى كلمة رمضان؟ رمضان يعني أنه نزل فيه القرآن الكريم. صحيح، اختير شهر رمضان لأنه نزل فيه القرآن الكريم. ما معنى كلمة رمضان؟ رمضان يعني لماذا اختير شهر رمضان؟ ليش ما يكون في شوال، شعبان؟ نجد نزل فيه القرآن، يعني شفت القرآن. صحيح، الجزء الأول من السؤال صحيح. ما معنى كلمة رمضان؟ ما زلنا نبحث عن إجابة لسؤالنا لهذا اليوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا اليوم سؤال ضمن فقرة المسابقة، وإن شاء الله تكون الجائزة بنصيبك إذا جاوبت. إن شاء الله. السؤال يقول، ما معنى كلمة رمضان؟ رمضان، والله للأسف ما أعلم. لماذا تم اختياره؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين، زي ما تقول بعهده كان زمان مسلمون ماشي حاجة، رجعوا سبحان الله نزلت آية شهر رمضان الذي نزل فيها القرآن هدى للناس، من الهدى والبينات. قرفت، بس هنشتي إجابة هكذا صريحة. ما معنى كلمة رمضان؟ رمضان عبادة، معناته طاعة لله عز وجل. معنا اليوم سؤال ضمن فقرة المسابقة، والسؤال يقول، لماذا اختير شهر رمضان ليكون الصيام فيه فريضة؟ لأنه هداية لله، شهر الله. لا أكيد، يعني الشهور كلها لله. هذا يعني أرجع إلى الله أكثر، يعني ترجع إلى الله، صلاة، عبادة، كل شيء. يعني شهر رمضان له شهر القرآن. أنت أجبت على جزء من السؤال، نأتي إلى الجزء الآخر، ما معنى كلمة رمضان؟ ما أدري. السؤال ينقسم إلى جزئين، نبدأ بالجزء الأول، لماذا اختير شهر رمضان ليكون فريضة الصيام فيه؟ لأنه شهر رمضان يعني اختص به الله سبحانه وتعالى له، يعني نفسه بس. لكن لماذا شهر رمضان بالذات؟ ليش ما يكون شعبان، شوال؟ لأنه شهر الذي أنزل فيه القرآن. صحيح، الإجابة صحيحة. ننتقل للجزء الثاني، وإن شاء الله تكون الجائزة من نصيبك.
ما معنى كلمة رمضان؟ يعني الصبر. يعني من بعيد بس مصطلح رمضان إيش معنى؟ مصطلح رمضان الصحراء. الصحراء يعني قربت. بس إيش معنى كلمة رمضان؟ ليش سمي بهذا الاسم؟ شدة الحرارة. تمام، رمضان سمي بهذا الاسم شدة الحرارة، لكن تشتي كلمة كان يطلق على شدة الحرارة في ذاك الزمن، كلمة هكذا قصيرة مأخوذة من رمضان. رمض يعني شدة الحرارة. الاسم الكريم؟ محمد عامر. محمد عامر من أي محافظة؟ من شبوة. حياك يا صاحب شبوة. إذا مشاهدينا الكرام وجدنا الإجابة من الأخ محمد، حيث كان السؤال لماذا أختير شهر رمضان للصيام فيه، فكانت الإجابة أختير شهر رمضان لأنه أنزل فيه القرآن. تستحق الجائزة أخ محمد، ألف مبارك عليك. حياكم الله.